نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على موقعه شريطا قصيرا أرفقه بتعليق صوتي لقائد المنتخب سيرخيو راموس، عرض فيه صورا للمدينة الرياضية لاس روثاس وهي خالية، حيث كان من المقرر أن تستضيف معسكرا إعداديا للمنتخب الإسباني تم إلغاؤه بسبب تفشي وباء كورونا. Hoy es un día de concentración. Un día que todos los jugadores españoles afrontamos con ganas e ilusión. Pero hoy no vamos a ver al míster ni a su cuerpo técnico. Ni nos vamos a reencontrar con nuestros compañeros. El vestuario está vacío. El gimnasio está vacío. Hoy no saldremos a entrenar. En la ciudad del fútbol, como en tantos otros sitios, no hay nadie. Para que el día de mañana podamos estar todos. Mantengamos la ilusión. هل أرواحنا رخيصة إلى هذا الحد؟ نحن لدينا عائلات وأصدقاء وأقارب في كل مكان، لماذا يتم تجاهلنا والمخاطرة بأرواحنا؟ فكل النشاطات قد توقفت وأصبحت عن بعد، أما نحن فما زلنا نلعب. إبطال أولاردان أفنما سوليم دوام. أسبوع مر على هذا التصريح، واليوم تأكدت مخاوف فاتح تريم وكل من صادفه خلال الأيام القليلة الماضية. تركيا التي رأت نفسها بمنأى عن تفشي الوباء وراجت أخبار برغبتها في استضافة اليورو بدل تأجيله، بلغ الوباء رياضتها في شخص أحد أبرز وجوهها الكروية. فاتح تريم أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه طمأن في الوقت ذاته متابعيه على صفحته في تويتر قائلاً: أنا في المستشفى بين أياد أمينة، لا تقلقوا. لكن القلق سيصيب من خالطه في جالاتا سراي وخارجه، ويمتد حتى لاعبي ومدرب الغريم بشكتاش والذي حضن تريم قبل مواجهتهما منتصف الشهر الحالي. طرق وباء كورونا أبواب كرة القدم التركية لتنضاف إلى لاعبي ومدربي وحتى مسؤولي بعض أندية الليغا والسيريا والبريمير ليغ والبوندسليغا وغيرها من دوريات أوروبا. فمن التالي يا ترى على لائحة الوباء؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر فيس تايم مراسلنا في إسطنبول ماجد درويش. ماجد أهلا بك معنا. هل دفع الاتحاد التركي ثمن التأخير في توقيف مسابقاته وتعليقها؟ ونتحدث عن فاتح تريم الاسم الكبير في تركيا مدرب غلاتاسراي أصيب بهذا الفيروس، والآن الحديث ربما عن سلسلة تتبع هذا المدرب بعد المخالطة التي قام بها في الأيام الماضية. مساء الخير. بالتأكيد هذا أسوأ سيناريو لاتحاد كرة القدم التركي، أن يصاب فاتح تريم بفيروس كورونا أو أن يصاب أحد النجوم المحترفين الأجانب في الدوري التركي مثل موسليرا أو فالكاو. لقد وقع ما كان يخشاه اتحاد كرة القدم التركي. فاتح تريم هو يمثل رأس هرم كرة القدم التركية. طبعا قبل 3 أيام أعلن النادي التركي نادي غلاتاسراي إصابة نائب الرئيس عبد الرحيم البيرك بهذا الفيروس. من المعروف أن عبد الرحيم البيرك هو ناشط جدا في وسط كرة القدم بالنسبة لغلاتاسراي، وعلى احتكاك كبير بفاتح تريم وبالطاقم التدريبي وباللاعبين وبلاعبي الفريق. لذلك الآن المخاوف كبيرة بالنسبة لفريق غلاتاسراي، وأيضا ليس فقط فريق غلاتاسراي، أيضا فريق بشكتاش هو الفريق الأخير الذي قابله قبل توقف الدوري فريق غلاتاسراي. مباشرة رئيس نادي بشكتاش أمر بفحص شامل لجميع اللاعبين والطاقم التدريبي للفريق، لأن بعد إصابة تريم أصبح الوضع خطير. طبعا بالنسبة لردود الفعل في الشارع الرياضي التركي، الكل الآن يتهم الاتحاد التركي لكرة القدم بالتقصير. من المعروف أن هذا الوضع سينشأ عاجلا أم آجلا، سيصاب بعض اللاعبين أو الإداريين. لو الاتحاد التركي لكرة القدم أوقف
المسابقات في حينها لكان الآن المسؤولية فردية، لكن الآن تقع المسؤولية على اتحاد كرة القدم التركي، نادي جالاتاسراي، وعلى لسان أشرف حمامدي أولو رئيس لجنة الديوان في هذا النادي صرح قبل قليل، قال برغم كل التحذيرات التي وجهت إلى اتحاد كرة القدم التركي بوقف مسابقات دوري كرة القدم، إلا أنه وقال بين قوسين عديم البصيرة بالنسبة لاتحاد كرة القدم، أصر على إقامة هذه المباريات وعليه أن يتحمل مسؤولية هذه الفضيحة، أي كناية أنه يطالب اتحاد كرة القدم التركي بالاستقالة الفورية لأنه هو المسؤول عن هذا الوضع. نعم، شكرا لك ماجد درويش على كل هذه الإضافات، كنت معنا من إسطنبول. وباء كورونا سيجبر العديد من الأندية على مراجعة خطواتها المالية، وفي نادي كبرشلونة هناك معضلة ستواجه الإدارة في ظل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذا الفيروس. ارتفاع رواتب نجوم البلوغرانا عادة ما مثل عائقا حقيقيا بالنسبة للنادي، خصوصا وأن الجزء الأكبر من الميزانية التاريخية تخصص لذلك. في برشلونة هناك تفهم من اللاعبين من أجل المساهمة في هذا الاتجاه، وذلك من خلال التخفيض من الرواتب. إدارة بارتوميو اجتمعت يوم الجمعة الماضي من أجل دراسة سبل التخفيف من أثر وباء كورونا، لكن البيان الرسمي أوضح بشكل قاطع أن الخطوات ستنسق إلى حد كبير مع المؤسسات والأندية الكبيرة. في سوق الانتقالات كل شيء متوقع، ورغم أن الصحافة الكتالونية أشارت إلى وضع أنطوان غريزمان في السوق، إلى أن النجم الفرنسي يريد الاستمرار في برشلونة. الإدارة مطالبة بتحقيق توازن مطلوب على الصعيد الاقتصادي، بعض الأسماء مفتوح الطريق أمامها وبعضها قد تغادر بشكل مفاجئ. ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الرئيس السابق لريال مدريد فرناندو مارتن أصيب بفيروس كورونا، وتم نقل مارتن إلى المستشفى في مدريد بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض. كان مارتن البالغ من العمر 72 عاما قد ترأس ريال مدريد مؤقتا لمدة شهرين عام 2006 بعد أن قدم فلورنتينو بيريز آنذاك استقالته. أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس إصابته وخطيبته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه في إنستغرام. ديبالا نجم الفريق الإيطالي والذي أبدى تضامنه سلفاً مع الوضعية الحرجة التي تعيشها إيطاليا بعد تفشي وباء كورونا، أعلن إصابته بالفيروس بعد أن ظهرت عينته المخبرية إيجابية. اللاعب الأرجنتيني أكد إصابته بالفيروس موضحاً في الوقت ذاته أنه يتمتع بصحة جيدة وشاكراً الجميع على مساندته. يصبح بذلك ديبالا ثالث لاعب في نادي السيدات العجوز يصاب بالفيروس بعد روجاني وماتويدي. معنا الآن مشاهدينا مراسلنا حسين ياسين من ميلانو عبر الفيس تايم. أهلا بك معنا حسين. قائمة اللاعبين المصابين في إيطاليا ترتفع، ثالث إصابة في يوفنتوس كذلك، هل من تفاصيل حول إصابة ديبالا؟ للأسف أريج ترتفع هذه القائمة، واليوم مع خبر المفارقة أن هذا الخبر كان منتظرا بدرجة كبيرة وكان الكل يأمل أن لا يحصل ذلك الخبر. لماذا؟ لأن العديد من المعطيات خاصة بعد إعلان روجاني إصابته، وخاصة بعد المشاهد التي ظهرت بعد احتفال ديبالا بهدفه بمرمى إنتر، كيف احتضن روجاني وكل هذه الأمور، كان هناك قلق على ديبالا في الواقع، قلق كبير. كانت هناك الكثير من الإشاعات عن إصابة ديبالا لم تكن صحيحة، الفحوصات اليوم أكدت أن ديبالا مصاب بالفيروس، وبالتالي للأسف هذا الخبر أصبح واقعا. الأمر الإيجابي أريج أن ديبالا بصحة جيدة، وهو بالتالي لن يحتاج لمغادرة الحجر الصحي حيث يتواجد الآن مع اللاعبين، ولن يحتاج إلى الدخول إلى المستشفى لعدم ظهور العوارض عليه، وهذا أمر إيجابي ومطمئن. لكن في الجهة المقابلة غير مطمئن هو ماذا بعد بالنسبة لباقي اللاعبين. بالنسبة للاعبي يوفنتوس كما ذكرت هو ثالث لاعب في يوفنتوس،
هل ستتوقف القائمة هنا كما نتمنى ويتمنى الجميع أم لا؟ وما هو المستقبل بالنسبة لتدريبات هذا الفريق، بالنسبة للدوري الإيطالي؟ دائما تطرح نفس الأسئلة عند أي إصابة جديدة. بالنسبة لديبالا، الأمر المهم بالنسبة للجميع الآن هو أن يتمنوا له بالشفاء للعاجل، لأنه لاعب بالفعل في الفترة الأخيرة نجح بخطف قلوب كل عشاق يوفنتوس بالدرجة الأولى وأيضا محبي كرة القدم. شكرا جزيلا لك مراسلنا حسين ياسين، كنت معنا مباشرة من ميلانو عبر الفيستايم. أعلن ميلان إصابة مديره الرياضي باولو مالديني وابنه بفيروس كورونا. نادي اللومباردي أوضح أن أسطورته شعر بأعراض الفيروس التاجي بعد أن خلط مجموعة تأكد إصابة أحدهم بالفيروس. ميلان أوضح أن مالديني ونجله يتمتعان بصحة جيدة، وقد أنهيا بالفعل أسبوعين في المنزل دون الاتصال بالآخرين، وسيبقيان الآن في الحجر الصحي حتى الشفاء السريري وفقا للبروتوكولات الطبية التي حددتها السلطات الصحية.